الأمور أن الإمام يحتاج لأنصار، هذا الذي يكون من أنصار الإمام الذي يراد لظهور الإمام أن يعم الخير في كل الكرة الأرضية، ولازم يكون الناس بالمستوى المطلوب من حيث العلم بالدين ومن حيث التقوى ومن حيث الورع ومن حيث تحمل المصائب وعدم الفرار من المشاكل. زين، إذا ما موجودين بالمقدار الكافي يعني الناس ما لهم قابلية، الله حكيم فلا يظهر لهم الإمام، لكن إذا أوجدوا في أنفسهم القابلية الله سبحانه وتعالى يشوف الناس لهم قابلية. زين، وهو لطيف في عباده بار، فالحكمة تقتضي أن يعمل بطبق البر فيظهر الإمام لهم. أما إذا إحنا لا نعمل بطاعات الله ونرتكب المعاصي، وأكو كثير من الناس يعصون الله، تقول لي ليش؟ يقول الله كريم. زين، الله كريم، بس أنت حياءك من الله وين؟ لا تستحي من الله سبحانه وتعالى فترتكب المعاصي الكبيرة؟ بس الله كريم، بعدين الله كريم وحكيم. إذن إذا أوجدنا القابلية في أنفسنا بطاعة الله، بترك معاصيه، بالتفقه في الدين، التفقه في الدين مو معنى أنه فقط واحد يجي يصير من طلبة العلوم الدينية ويصرف عمره في الفقه والأصول والأخبار والروايات وما إلى ذلك، هذا المصداق الأجلى. كل واحد يمكن يكون متفقه في الدين، يعرف المسائل الشرعية، إذا هو موظف، إذا هو تاجر، إذا هو عامل أو أي شيء، يتفقه في الدين، يعني يتعلم المسائل الشرعية، الحلال والحرام والأخلاقيات والأمور المرتبطة بالدين. فإذا تفقهنا في الدين، إذا هذبنا أنفسنا، إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى بترك معاصيه والعمل بطاعاته، زين، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة الله سبحانه وتعالى أيضا لطيف، ينظر إلى الناس بعين رحيمة، وحكمته تقتضي أن يظهر الإمام لهم. ولذا أكو في الحديث الشريف أن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، يعني يقدر ظهوره إذا الله سبحانه وتعالى هذه الليلة رأى قابلية الناس لظهور الإمام، في هذه الليلة يظهر الإمام.